آية في سورة القصص، أنا أجزم أنكم إن لم تكونوا تحفظونها فأنتم قطعا تقرؤونها. ولما ورد ماء مدين، من هو اللي ورد ماء مدين؟ موسى. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين. شوفوا القرآن الكريم، هو دخل مدين، اللي لفت نظره أنه وجد امرأتين تذودان، تذود الغنم، يرعيان الغنم، وذود الغنم منع الغنم من دخولها مع أغنام الرعاة، وهذا أيضا من سترهن، لأنه إذا اختلطت الغنم مع الغنم الأخرى اضطرت المرأة أو النساء يدخلن مع الرعاة حتى يفرقون الغنم ويخرجون أغنامهم، لكن من سترهن يذودان الأغنام حتى لا تدخل الأغنام أغنامهم مع أغنام بقية الرعاة. هنا التفت موسى عليه السلام كلمة واحدة فقط، قال إيش؟ ما خطبكما؟ ما خطبكما؟ ما يحتاج إلى كثرة الكلام ولا الأخذ والرد. وأنا أحذر من قضية التساهل. نعم، صوت المرأة ليس عورة ما لم تتغنج. قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيش؟ من وراء حجاب. يعني يجوز أن تسألها لكن من وراء حجاب، هذا شرط. الشرط الثاني: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال الله: وقلنا قولا معروفا. يعني لا تقولون كلام مميع وكلام ما له فائدة، قولوا قول تحتاجون فقط. ما خطبكم؟ قالتا، ما قالوا كلهن الثنتين، وحدة لكنها تكلمت بلسان أختها أيضا. قالتا: لا نسقي حتى يصدر إيش؟ الرعاء. حتى يصدر الرعاء، حتى تقتضي الكل، ما في أحد، حتى يذهبون. ثم عللت ليش. لا تظن فينا ظن سيء، حنا ما طلعنا ولا جينا ولا نسقي اليوم، وأبونا إيش؟ شيخ كبير. هذه المشكلة عندنا أب لكنه شيخ كبير. قال العلماء: وهذا يقتضي أن ما عندهم أخ، لأن ما جرت العادة عند العرب أن تخرج المرأة للرعي. قالت: أبونا شيخ كبير، بمعنى ما لنا أخ أصلا، وكان أبونا في نشاطه وفي شبابه يقوم هو بهذه المهمة، فلما كبر وعجز أصبحنا نخرج أنا وأختي. قال الله جل وعلا، موسى طبعا استنكر: ولما ورد ماء مدين، ثم لما وقف قال: تذودان. والذود هو المنع، وأيضا فيه دلالة على البعد، يعني إحنا ما اقتربنا أصلا من الرجال. ثم قال لهم أيضا في مسألة مهمة بتلك العبارة المختصرة، فجلس لما سمع ذلك الجواب: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، إما في السن أو في صحته. ثم جاءت الآية تقول: فسقى لهما، ثم سقى لهم وتولى إلى الظل. وجميل أنك تفعل السبب ثم تفعل ما هو بعد أعظم من هذا السبب، بل هو أفضل الأسباب كلها. فقال: ربي إني لما يش أنزلت إلي من خير فقير. راحوا طبعا البنات وأخبروا والدهم شعيب. طبعا الصحيح أن شعيب ليس شعيب النبي، لأن الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في الآية يقول: لا يعقل أن يكون شعيب هذا هو شعيب النبي، لأن الله سبحانه وتعالى ما أهلك قوم شعيب أهلكهم بعذاب يوم الظلة، أهلكهم أبقى الله المؤمنين. قال: فلا يعقل أنه بقي المؤمنون من أمة نبي وهو حي ولا يقفون أمته مع بناته ونسائه. مستحيل ما يقوم بهذه المهمة. هذا اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهو والله أعلم الأرجح والراجح، أعني وهو اختيار عدد كثير من أهل التفسير. زبدة الكلام أنه مباشرة لما أخبروا والدهم قال الله: فجاءته إحداهما. المرة الأولى خرجنا للرعي كم واحدة؟ اثنتان، لأن في حاجة من الخروج أكثر من واحدة. المرة الثانية ما يحتاج يطلع اثنتين،
لأنك أنت تخرج لأداء مهمة وغرض تحتاجه المرأة، فنقل الخبر لا يحتاج أكثر من واحدة أصلا. وقال العلماء اليوم معليش أنا أسمع أن بعض النساء إذا بغت تطلع للسوق عشان تشتري أكرمكم الله جزمة اتصلت بجارتها وبنت عمها وخالتها، يجتمعنا 10 فريق كامل عشان يشتروا النعال، يخرجنا مجموعة حتى يشترينا حاجة واحدة، بينما المرأة لا تحتاج الخروج، لا تخرج من بيتها. وبعضهم تقول أنا أمنع زوجي يخرج معي لأني أخاف عليه أنه يفتتن في السوق. ما شاء الله، هو يفتتن وهي لا، تخاف أنه يفتتن. هذا مثل الرجل الهندي صاحب نظرية المرآة، الذي اكتشف المرآة هو رجل هندي، يقول أنه أول ما اكتشف المرآة هو كبير في السن، نسيت الآن اسمه لا يحضرني، لكن عمره تجاوز 90 سنة، فحمل المرآة وشاف وجهه فجلس يبكي، طبعا ما يدري أنه هو، فجلس يتأمل يقول هذا الرجل الكبير عليه من الوقار والهيبة ما لا يعلمه إلا الله، يعني ناظر صورة الشيخ هذا ويتأمل في تقاسيم وجهه، وضعها تحت الفراش وكل يوم يقوم يفتح المرآة ويناظر يظنها صورة فيتأمل في وقار هذا الرجل، يقول ما أعظم هذا الرجل وما أهيب هذا الرجل وما أكرم هذا الرجل. حرمة شكت فيه فشافته يحط هالصورة تحت السرير أو الفراش، فجاءت من اليوم الثاني ففتحتها وحطتها وشافت صورتها، قالت هذا الذي أبعده عني، هذه العجوز الشمطاء، وجلست تتكلم عن نفسها وتشوف نفسها. قال العلماء لو أنك رأيت الأمر بحقيقته لعرفت أنك إذا أردت أن تكون وقورا كنت وقورا، وإذا أردت أن تكون قبيحا كنت قبيحا. المرأة شافت نفسها قبيحة بحجة الغيرة. وأنا أقول ردا على هؤلاء أو هذه الأخت التي تقول أحيانا أنا ما أبغى الزوج يدخل معي السوق، ليش؟ والله خاف يفتتن. المرأة مع الرجل في أي مكان، خذوها قاعدة يا أيها الأحرار، إياك أن تترك زوجتك أو ابنتك أو إحدى محارمك ممن أوجب الله جل وعلا عليك القيام على حقها أن تتركها لوحدها في أي مكان فيه اختلاط، ليس شكا ولا قدحا في العفيفات الطاهرات لا، لكن منعا لأي وسيلة من وسائل الشر، وقطع باب الفتنة والشر، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما شيطان. أقسم بالله العظيم في سنوات مضت في محل ذهب كنت أشوف امرأة تلبس ايش تسمونها انتم البناجر هذه، وتحاول تدخلها في يدها والبائع هو الذي يمسك يدها ويدخلها في يدها، طبعا قطعا أن المرأة كانت عن طيب نية بلا شك، لكن هذا التجاوز الذي يجعلنا أحيانا طيبة النية التي نتكلم عنها توقع فأسا في الرأس وأحيانا تؤدي إلى الموت والقتل. موسى عليه السلام قال الله فجاءته إحداهما وحده تمشي، الفاء هنا تقتضي التعقيب والترتيب كما يقول اللغة، فجاءته بمعنى أن المسافة يقول العلماء كانت قريبة، يعني والمكان كذلك كان آمنا مباشرة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الألف والسين والتاء تبين شدة الحياة، ما قال وجاءته إحداهما تمشي على حياء، لا على استحياء، كناية على شدة الحياء الذي كان فيها، يعني ما جاءت تركض ولا جاءت تولول ولا تتكلم بصوت عالي. الله جل وعلا حذر المرأة إذا مشت في الأرض أن تضرب برجلها، قال ولا يضربن بأرجلهن فيعلم إيش، ارفعوا أصواتكم، ما يخفين، ما قال الله ما يبدين، ما يخفين من زينتهن، يعني هي متسترة أصلا، الله يقولها ما يخفين، لكن لأنها تمشي تضرب برجلها أخرجت ذلك الذي أخفته. المشي بالصوت العالي إما خلخالا أو ما يسمى اليوم بمصطلح الكعب أو غيره في مشيها السريع أو المتسكع، هذا
قال الله جل وعلا يخفينا يبدينا ما يخفينا، أبدت ما أخفت بالستر، لكن هذه المشية أبدت هذه القضية. قال الله جل وعلا تمشي على استحياء، شوف العبارة، ما قالت له مساك الله بالخير وأنا حقيقة جاي أشكرك وانت صراحة سويت معنا موقف حلو وانت رجال ما شاء الله، ما تحتاج. مباشرة قطعت عليه الطريق، قالت إن أبي، ربطتها بالرجل، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بس فلما سمع هذا الكلام وذهب إلى أبيها دخل عنده، قال الله جل وعلا فلما جاءه كملوا إيش، وقص عليه القصص مع الحريم، وش قال لهم؟ ما خطبكما، بس لكن يوم قابل الرجال قص عليه القصص. رجال يا رجال خذ راحتك سولف، ما حد قال لك لا تسولف. جلس الآن يعرض له كل ما حصل له، وش حصل له في بيت فرعون ومع قوم فرعون، وكيف طرد وكيف هرب عليه السلام، إن الملأ يأتمرون بك فخرج إني لك من الناصحين، فخرج على حين غفلة من أهلها إلى آخر الآيات. موسى هنا قال الله قص عليه القصص، قالت إحداهما استأجره يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه صفتين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، صفتا الولاية، القوة والأمانة. أول شيء المرأة هذه ذكية، عرفت قوته من حمله للحجر واستطاعته أن يسقي لهما، هذه قوة. وعرفت أمانته من إيش؟ من عفته وكلامه المقتضب واحترامه للمرأة الأجنبية. ولذلك لا يعلو الرجل في عين المرأة إلا إذا كان هو عفيفا قبلا يترى عفته. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا يمكن أن تكون هناك ولاية يا جماعة الخير تقول استأجره عشان يرعى غنم، راعي غنم قبل أن يكون نبيا، راعي غنم نبغاه يكون قوي وأمين. واليوم ولايات فيها قضايا مسلمين ما انحاشوا هالظلمة، لا شين الفارين من تونس ولا حسني مبارك من مصر، ولم يقتل الأهوج القذافي في ليبيا، ولم يحدث اليوم ما يحدث إلا من الظلم والاستبداد. ليس هناك لا أمانة وهي أهم قضية عندنا، ولا قوة منضبطة معتدلة تنبثق من الكتاب والسنة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. اليوم مع الأسف تختار لك شخص تضعه في منصب وهو الذي يدفع بمسيرة وعجلة التغريب ويفتح الباب على مصراعيه. طيب وين القوة والأمانة؟ يمكن القوة موجودة، لكن أين الشرط الثاني وهي الأمانة التي ستسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى؟ قالت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا ماذا قال له؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. بعض الناس يتحرج، عندنا اليوم عدد تجينا اتصالات من بعض البنات والأخوات تشتكي، تقول أنا في بيت والدي عمري تجاوز 30 وأكثر وأقل ما تزوجت. أنا أقول الآباء ليس عيبا أن تعرض ابنتك على رجل صالح تثق به، هذا ليس عيب. وهذا موسى عليه السلام تعرض عليه زوجته، امرأة عرضها أبوها، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون قصة أبو بكر، عمر بن الخطاب ابنته حفصة أمنا رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن أبيها وعن سائر صحابة نبينا وآل بيته وأمهات المؤمنين. عمر لما توفي زوج حفصة قبل النبي عليه الصلاة والسلام تزوجت، عمرها 18 سنة، ذهب يبحث لها عن زوج، فأول ما راح قال من أزوجها؟ أفضل رجل بعد رسول الله منه أبو بكر. راح
عمر بن الخطاب إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، إني أعرض عليك حفصة، تتزوجها؟ قال أبو بكر: لا لا، ما أبغاها، ضايق. قال: أعرضها إلى عثمان. فدخل على عثمان يقول: فقلت: يا عثمان، تتزوج حفصة؟ قال عثمان: انحرج. عثمان حي. قال: أمهني 3 أيام أستخير وأفكر ثم أعيد لك الخبر. يقول عمر: فانتظرت عثمان 3 أيام، يوم جاء اليوم الثالث ما رد لي، يقول: بحثت عنه في المدينة فلم أجده، يقول: فوجدته في المسجد، أنا داخله طالع، عمر يدخل عثمان طالع، يوم شاف عثمان رجع وكبر الله أكبر. يقول عمر، حديث صحيح: فجلست بجانبه، يعني جالس لين تخلص. يقول: فأطال رضي الله عنه، وفي بعض الألفاظ أنه كان يقرأ من سورة النساء. يقول عمر: وأنا جالس أنتظر عثمان وهو يصلي. قال: فسلم وقلت: يا عثمان، عرضت عليك حفصة، فوعدتني بعد 3 أيام أن ترد علي، وانتهت 3 أيام ورأيتني وأنا داخل ففررت، ثم تصلي وتطيل، ما الأمر؟ قال: والله يا عمر، إني لا أريد أن أتزوج حفصة. فصحق عمر، يعرضها على أبو بكر فيرفض، وعلى عثمان ثم يطلب مهلة ثم يتهرب ثم يعتذر. فذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشرح له الحالة، فقال: يا رسول الله، إني عرضت حفصة على أبي بكر فاعتذر عنها، وعرضتها على عثمان فطلب وقتا ثم تهرب ثم اعتذر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، ويتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان. يقول: من اللي أخذ من أبو بكر؟ قلت: من يا رسول الله؟ قال: أنا أتزوجها يا عمر. يقول عمر: فنظرت فقلت: يعني أنت تزوج؟ قال: نعم. يقول: ففرحت وطلعت من عند الرسول فرحان. يقول: فقابلت في وجهي أبو بكر فقال له: أقابلت رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله يا عمر، إنك عرضت علي حفصة، وإني كنت قبلها بليلة عند رسول الله فذكر لي حفصة واستشارني بالزواج منها، فخشيت أن أذكر لك ما ذكر لي فأكون قد أفشيت سرا من أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان لي إلا أن أعتذر. ثم قابل عثمان وقال له: يا عثمان، إني دخلت على رسول الله فخطب حفصة. قال: والله إني كنت أنا وأبي بكر عند رسول الله فاستشارنا في حفصة، فخشيت أن أخبرك أن عن ذلك فأفشي سرا من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندك مشكلة لو تعرض ابنتك على أحد صالح؟ أيضا شعيب هنا عرضها على موسى وزوجها له وهو فقير لا يملك شيء، بل زوج ابنته بالتقسيط، انجاز هذا اللفظ. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني إيش؟ 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني ليست لا نريد الآن صداقا كاملا، أعطنا في 8 سنوات اعمل عندنا، إن عملت 8 سنوات هذا الشرط الرئيسي، إن زدت عليها 2 سنين إضافية وأتممت 10 سنين هذا أمر من عندك وإحسان منك. فأتمها موسى عليه السلام كاملة، تزوج موسى ثم أخذ زوجته. قال الله جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ موسى يمشي في الطريق فرأى نارا، ماذا قال لأهله؟ فقال لأهله إيش؟ امكثوا. وش العلة؟ هنا موسى رأى نار، قيل نور وقيل نار حقيقية، وهو يمشي في الليل في الظلام، فخشي موسى أنه إذا أخذ زوجته إلى قرب هذه النار أو هذا النور أنها تكشف أمام الناس. قال: امكثوا، اجلسي هنا، لا تتحركين من هذا المكان، وأنا أذهب أرى الأمر
وهذه إحدى الحكم الرئيسية، ومنها أنه أيضا يرى ما يأكل هناك ثم يعود إلى أهله. لكن قال امكثوا في هذا المكان إني آنست نارا لعلي آتيكم منها قبس منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهذا أيضا فيه دلالة على محافظة موسى عليه السلام، وهذا كله قبل أن يكون نبيا عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فقضية الستر والمرأة، أمتنا قد استوصت بالنساء خيرا، ولا يستطيع أيا كان هؤلاء الذين يريدون أن يضلوا هذه الأمة وينادون إلى شهواتهم من علمنة وليبرالية فرحين بكل أمر، يذيعون بكل شر ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وتجدهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، كل قضية فيها مخالفة وفيها اختلاط وفيها نداء بدمج الجنسين من رجال أو نساء، تجدهم يبررون لها ويطيرون بها فرحا ويدعون أنها هي الأكمل والأحسن والأسلم. لو قيل للمرأة اليوم ادعي على من ظلمك، هذا الإسلام الذي ظلم أو الذين ينادون باسم الحريات والديمقراطية؟ فالمرأة لو قالت اللهم انتقم لي ممن ظلمني لن يكون الظالم لها الإسلام ولا أهله. ممارسات فردية أشخاص يخطئون في حق المرأة من المسلمين هذا وارد في كل مكان، ومثل هؤلاء يجب أن يأخذوا عقابهم بالشرع. أنا أتحدث على الإسلام، على أحكام الدين، على حقوقها في هذا الإسلام، بل إن الله جل وعلا جعلها تتساوى في أمور مع الرجل فيما يتعلق بالجزاء والحساب والعقاب وإعطائها حقوقها فيما يتعلق في أحكام الدين التي تتلائم أن تكون مع الرجل. قال الله جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، قال من ذكر أو أنثى. الأمة اليوم ما تعاني مع الأسف من الغرب معاناة كبيرة في قضايا المرأة تحديدا، أكثر من معاناتها من المنافقين الذين تلبسوا بألبستنا وتكلموا بألسنتنا وكتبوا في صحفنا وخرجوا عبر فضائياتنا وإعلامنا، وأصبحوا يقولون ما يريدون بكل طريقة، ولا يستحون ولا يرعون ولا يتوقفون، بل ولا يندمون ولا يعترفون بالخطأ. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إيش؟ إنما نحن مصلحون. هؤلاء التافهين من البشر ومفسدون في الأرض، هم من التافهين. ولذلك النبي يقول عنهم صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم يتقدم من الخائن ويؤخر الأمين ويصدق الكذاب ويكذب الصادق وتنطق إيش الرويبضة. فلما قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال إيش، وش تعبير الرسول؟ قال إيش، التافه من الناس الذي يقول في أمر الخاصة والعامة ويتكلم فيها وهو لا يعرف. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال الله ألا إنهم إيش، هم السفهاء. سماهم النبي تافهون وسماهم الله سفهاء، لأنهم بعيدون عن الحق لا يريدون حقا. ولذلك الآيات التي قرأتها عليكم في صلاة المغرب، شوفوا القرآن لما جاء يناشد المرأة ويطالب النبي يا أيها النبي قل لي إيش لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين الإدناء من فوق إلى تحت عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن لا يعرفن. المرأة تعرف من كيف؟ الإنسان يعرف بإيش أصلا؟ يعرف بوجهه. ثم قال الله جل وعلا بعد الآيات مباشرة لئن لم ينتهي من المنافقون، ايش علاقة المنافقين في هالآيات؟ والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الأمة اليوم تعرف حق المرأة المسلمة، ولا عند أمتنا شك في مكانتها. الأمة تعرف ذلك كلها. المرأة، تعرفون قصة المرأة التي كانت تصرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه قالت يا رسول الله إني أصرع. هي الآن ما تشتكي الصرع، يقول بعض الفقهاء أنه جزء من الجنون وهو أخف مرض. هي الآن ما تشتكي المرض، لاحظوا. طيب ماذا تريدين؟ قالت يا رسول إني امرأة أصرع. ظن الموضوع أن فيه الصرع الصرع، وإني إذا جاءني الصرع أسقط وأتكشف، هذه مشكلتي، بس أني إذا طحت وانصرعت تنكشف ملابسي، فادعوا الله لي ألا إيش أتكشف. ما قالت ألا أصرع. فقال لها النبي عليه يخيرها: إن شئت سألت الله لك أن يعافيك من الصرع، أو سألته لك أو تصبري ولك الجنة. قالت له: أصبر يا رسول ولي الجنة، لكن فقط اسأل الله لي ألا أتكشف، خشية على عورتها. فاطمة رضي الله عنها لما جاءتها المنية وهي على فراش الموت كانت توصي تقول: إذا مت تقول لعلي رضي الله عنه: فلا تدفني في النهار، إنما ادفني في الليل. قال لها علي: لماذا؟ قالت: لأني أخشى وأنتم تحملونني على النعش يرى الرجال تفاصيل جسدي. وهي ميتة وبنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها ومغطاة بالكفن، لكن تقول: أخاف أنكم تشيلوني في النهار فيرون الرجال أثر جسدي. وعائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها كانت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام تخلع ملابسها في الحجرة وترتدي ملابس، فدفن في الحجرة أبو بكر أبوها وكانت تخلع ملابسها وترتدي. فلما دفن عمر قالت: والله ما خلعت لباسا ولا ارتديت لباسا، فإنما دفن رسول الله في الحجرة فقلت إنما هو زوجي، ودفن أبو بكر فقلت إنما هو أبي، ولما دفن عمر فهو رجل لا يحل لي، فكيف أتكشف عند رجل لا يحل لي وهو في القبر ميت. ونحن نريد، أنا متأكد أن هذا الصنف موجود. أقول للمرأة: أنت استمعت الآن إلى عدل الإسلام، ما فيه دين أقام حقا للمرأة كالإسلام، عرف حقها أما زوجة أختا بنتا امرأة أيا كانت، هي محفوظة ذو كرامة جوهرة مصونة. الإسلام عرف قدرها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشار أم سلمة كما تعرفون، ولما دخل النبي والرسول عليه الصلاة والسلام كان محرم والصحابة محرمون، ومنع النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول إلى مكة، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اخلعوا أحرمتكم وعودوا فليس لنا عمرة. الصحابة ما سمعوا، فدخل النبي ويضرب يده ويقول: هلكت أمتي، هلكت أمة لا تسمع كلام نبيها. وشافتهم سلمة قالت: ما الأمر يا رسول الله؟ قال: إني قلت لهم اخلعوا أحرمتكم، الحرام لا اخلعوه وارجعوا فليس لكم عمرة، لا تعتمروا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله اخرج إليهم واخلع أحرامك أنت واحلق وسيفعلون الناس كما فعلت. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وخلع الإحرام وحلق رأسه وفعل كل الصحابة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة قيمتها في الإسلام واضحة، كانت تشارك حتى في المعارك، تداوي الجرحى وتضمد الجراح وتقف في أواخر الصفوف. يقولون في غزوة تبوك 30,000 من المسلمين، قال: أمامنا 200,000 من الرومان، قال: وقفنا النساء
بأعمدة الخيام والسيوف حتى إذا تراجع الرجال دفعوهم وزادوهم. يقول الزبير بن العوام: كان نساء المسلمين في اليرموك أشد علينا من الرومان. وكانت هند بنت عتبة تقول: يا حماة الإسلام، أمن الجنة تفرون؟ ثم تلتفت تقول: يا أبا سفيان تقدم كفر، فقد فعلت بمحمد قبل إسلامك الأفاعيل، واليوم ترجع تقدم ولا تتراجع. يقول الزبير: والله العظيم إن النساء كنا في تلك الغزوة أشد علينا من أعدائنا من قوتهن رضي الله عن الصحابيات منهن. هند بنت عتبة التي أكلت من كبد حمزة وأمرت وحشي بقتله وترصد له، قالت كلمتها المشهورة بعد إسلامها. الرسول وقف يبايع النساء، فقالت له هند: على ماذا تبايعنا يا رسول الله؟ قال: أبايعكن على ألا تشركن بالله. قالت: سمعنا. قال: وأبايعكن على ألا تسرقن. قالت: سمعنا. قالت: قال: وأبايعكن على ألا تزنين. تقول هند لما قال ولا تزنين قمت، قامت فزت ما استحملت، قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ تبايعنا ما يحتاج، نحن نساء حرائر لا نبايع على ألا نزني، لكن النبي مشرع لهذه الأمة. فكنا النساء من هذا الصنف. أقول: ما دامت المرأة سمعت وعلمت وتيقنت وآمنت أنها محفوظة في دين الله، مكفولة حقوقها كاملة، فماذا عساها أن تقول لهؤلاء الناعقين الذين وصفهم الله بالقرآن بالسفهاء وسماهم نبينا بالتافهون؟ ماذا عسانا أن نقول لهؤلاء إلا نقول: اصمتوا، فالمرأة لا تريدكم، نريد امرأة تخرج لنا أجيالا كالعلماء ابن تيمية وابن القيم وابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يقول الإمام الشافعي محمد ابن إدريس: ولدتني أمي في فلسطين يتيم الأب، ولد وأبوه ميت، قال: فربتني أمي حتى حفظت القرآن ولم أتجاوز التاسعة. يقول: لما جئت سن الخامسة أمسكت أمي أذني، قالت: يا محمد ابن إدريس، إني أريدك أن تجمع شتات هذه الأمة، الأمة مفترقة، وأريدك أنت أن تجمع شتات هذه الأمة. يقول: وأكبرها الكلمة معي. ثم ارتحلنا من فلسطين إلى مكة، وتعلمت اللغة العربية عند هذيل، وتعلمت الرماية وركوب الخيل، ثم طفت الأرض وأخذت علومها، راح لبغداد العراق وأخذ علم أبو حنيفة، وذهب إلى مصر ودار وزار اليمن. تقول: فناداه الناس أمه وعمره 16 سنة، قالوا: يا محمد اجلس في المسجد الحرام حتى تفتي الناس. فقالت أمه: والله لا تجلس على كرسي يفتى فيه الناس حلالا وحراما حتى تتعلم علم الإمام مالك. الإمام مالك كان في المدينة ابن أنس، ومدرسة الإمام مالك كما تعرفون مدرسة الأثر، وأبو حنيفة في بغداد مدرسة الرأي، حتى أن الإمام مالك يقول عن أبي حنيفة عن علمه، يقول: إن أهل بغداد يخرج الحديث من عندنا شبر ويأتينا من عندهم ذراع، يعني يقيس كما يريد، وله أن يقيس رحمه الله تعالى، فهو إمام. الإمام مالك خلاصة الكلام حتى أختم الصلاة، قال لأمي: أتعلم علم الإمام مالك وأذهب إليه. قالت: احفظ موطأ الإمام مالك قبل أن تذهب، احفظ الموطأ. أخذ الموطأ، ما وجده إلا عند واحد من الطلاب، طلاب العلم في مكة، وجد نسخة. يقول: استعرتها منه 9 ليالي وحفظت الموطأ كاملا. كم في حديث الموطأ؟ يا أخوان كم؟ 13,000 حديث. ورتبها الإمام مالك الحديث ثم أقوال الصحابة
ثم أقوال أهل المدينة ثم ماذا يقول ورأيه هو رحمه الله تعالى. يقول: أخذتها، أخذت الموطأ فحفظته. ثم دخلت أمي على الوالي في مكة وقالت: إن ابني هذا يريد أن يتعلم عند الإمام، عند الإمام مالك. وكانت المدينة تابعة لمكة تحت الولاية، فكتب للوالي هناك يعني الأمير شفاعة: يصلكم محمد بن إدريس يريد أن يتعلم العلم، فاقبلوه أحد تلامذتكم الخاصة، يعني من طلابك الخاصين. يقول الإمام محمد فرحان، معي واسطة من أمير المنطقة وبروح هناك وسينتهي الموضوع. يقول: لما وصلنا دخلنا على الوالي فقرأها ثم قال: ما وجدتم إلا مالك أشفع عنده، مالك ما يقبل الشفاعات. قال: فطلبته وألححت عليه حتى خرج معنا. قال: فخرج والي المدينة مع والي مكة وطقوا الباب على الإمام مالك، وخرجت الجارية. قال لها الوالي: قول الإمام مالك إن الوالي يريدك. ودخلت وتأخرت، ثم خرجت إليهم قالت: إن الإمام مالك يقول: إن كنت تريد علما فتوى المسجد الله لا يهينك، وإن كنت تريد لقاء به فخذ موعدا مسبق، لا تجي بدون موعد. قال: فقلت له لها: إن معي كتابا من الوالي، كتاب من والي مكة. قال فقال فدخلت، ثم خرج الإمام مالك يقول الحين يروي القصة محمد بن إدريس الشافعي. يقول: فخرجت معها كرسي فرجعنا، ثم خرج الإمام مالك وعليه هيبة والله ما رأيت مثلها قط، حتى رأيت الخليفة والذين معه أو الوالي يرجعون على وراء. ثم خرج مالك وجلس، قال: ماذا تريد؟ يقول ما رفع رأسه. قال فسلمه الكتاب. يقول فقرأ الإمام مالك ثم رمى به في الأرض. قال: اذهب إلى الوالي وقل له لا شفعة في دين الله، ما عندنا واسطات معه. قال فأخذ الكتاب يبي يرجع الوالي. يقول فأخذته من يده، فلما أخذت الكتاب من يده قلت: يا إمام، إني أتيتك من مكة، ولدتني أمي يتيما في فلسطين، ربتني أمي على أن يجمع الله على يدي الكلمة، وإني تعلمت اللغة العربية وحفظت القرآن وتعلمت الإمام أبي حنيفة، وذهبت إلى أهل اليمن وأخذت علمهم، وكذلك إلى مصر وأخذت العلم، فبقي علمك. قال: قال الإمام مالك: ما اسمك؟ قلت: محمد بن إدريس الشافعي. قال: تحفظ القرآن؟ قلت: نعم. قال: اقرأ من قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى في سورة الأنعام. قال فقرأتها وحبرتها ورتلتها حتى دمعت عيناه. قال ثم قال: حسبك، اقرأ من قوله تعالى: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط في سورة الأعراف. قال فقرأتها وحبرتها حتى دمعت عيناه، ثم اختار لي أربع مواضع أخرى من القرآن. قال فتأثر الإمام مالك وبكى. قال لي: تحفظ الموطأ؟ قلت: أحفظه من جلدته إلى جلدته. قلت: تحفظه كما رتب، يعني نفس ترتيبنا؟ قال: أحفظه أكثر منك، أنت اللي كاتبها تحدك. قال فسألني في ستة مواضع فأجبته فانبهر، ثم رفع رأسه مالك فنظر إليه يقول فرحت. فقال مالك: إن صحت فراسة صاحب المدينة، يعني أنا، يقصد نفسه، فأنت إمام من أئمة هذا الدين، وإني لأرجو ما رجته أمك لك أن يجمع الله بك شتات هذه الأمة، تفضل في مجلسنا. أما أنت يا الوالي اذهب إلى والي مكة وقل له إن مالك قد قبل هذا الشاب ليس لأجل شفاعتك، لكن لأجل ما يحمله من الكتاب والسنة. فجلس الإمام الإدريس الإمام محمد رحمه الله تعالى في مجلس الإمام مالك أربع سنوات، ثم أصبح يخلفه على كرسيه في المدينة يدرس الناس الكتاب والسنة. نريد الأمة اليوم، المرأة المباركة التي استوصى بها النبي خيرا وأوصى الأمة بها خيرا، أن تخرج لنا أمثال هذا الرجل وغيره. ونريد من هؤلاء الليبرالية والعلمانية والنفاق ومن يصفق لهم أن يكفوا،
الأمة فيها من الجراحات والآلام ما يكفيها، ما نحتاج أن نزيد آلامنا ولا جراحاتنا. كفوا ولا تعترضوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله. نحن لسنا ضد أن تمارس المرأة حقوقها في حدود ما شرع الله لها، لكن إياكم أن تكونوا كالأوصياء عليها وعلى الأمة بحجة غيرتكم المزعومة المكذوبة، فلن تكونوا أغير من الله ولا أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أغير من أئمة الدين العارفين بالكتاب والسنة الراسخين. كفوا عن هذا الهراء، فقد فضحتم وافتضحتم وفضح أمركم أمام الملأ. والله جل وعلا أنزل على رسوله سورة براءة قبل موته، وهي آخر سورة نزلت على النبي كاملة قبل موته، سورة براءة التوبة. فضح الله فيها المشركين والمنافقين، وفيها أكثر من 51 صفة لأهل النفاق، حتى يقال للأمة إنكم قد افتضحتم أيها المنافقون. أما أنتم أيها الرجال الأحرار والأخوات الحرائر، الله الله بالتمسك بغيرتكم المنضبطة، اعرفوا للمرأة حقها وفضلها وقدرها، وقوموا بما أمركم الله به تجاهها. والله الله بأن تتمسكوا بقوامتكم. وأذكركم بقول الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان إيش؟ لاحظوا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، واثنين وأشد تثبيتا، وإذن إيش؟ لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. انتهى؟ لا، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا ممن يستمع الموعظة فيتبع أحسنها، واجعلنا ممن يستمع الكلام فيتبع أحسنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجزي الحاضرين والحاضرات خير الجزاء. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وسترت كل عيوبنا. اللهم أعط الحاضرين سؤلهم وحقق لهم أمنياتهم. اللهم من كان منهم مدينا فاقض دينه، ومن كان منهم مريضا فاشفه. اللهم أصلح لهم أمنياتهم وذرياتهم. اللهم بارك في المؤمنات جميعا يا رب العالمين. اللهم احفظ أخواتنا المسلمات في كل مكان، واجعلهن بالصحابيات مقتديات يا رب العالمين. وحفظ الله نساء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.